السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معاكم عبد الرحمن. فيديو اليوم راح يكون واحد من مقاطع البروفيسور، لكن صراحة مش أي مقطع، مقطع صراحة جنني واللي قرر يروح فيها على السجن. واحدة من المقاطع المجنونة صراحة، واللي يريد يشوفها كامل راح أحط رابط تحت في الوصف. فخلونا نبدأ. Let's go. الله معلم. طبعا انا لحد الان ماني متوقع، ماني متخيل انه راح على السجن صراحه. اعتقد على ما اعتقد المقطع هذا عليه 55 مليون. والله ماني متوقع لحد الان انه هو صراحه من كثر جنون راح على السجن. يعني خلينا هلا نشوف ان شاء الله. صراحه اخذها لليفل ثاني. بس احيي صراحه. هاي الولايه اللي راحوها طبعا اللي بالسجن. ليتس جو. Very rural, small airport. The hotel they said 5 minutes away. I feel like I've done and seen it all as far as basketball is concerned, but I've never actually played inside of a prison and I have absolutely no idea what to expect. اكيد والله صراحه شيء. Well, this really cool organization, Prison Fellowship, has reached out and given me the opportunity to come inside the prison. I know some of these guys have made bad choices that had them end up here. You know, it's on my radar to take precaution, feel out the situation first, because, you know, this is a prison. This isn't, you know, it's not Santa Clarita, California. أكيد طبعا هو راح على السجن. المكان اللي راح مو لعبة، ما راح يعني يلعب مع أصدقاء، وراح على السجن. سجن حقيقي. ما عندهم الا بس كرة سلة، يلعبون كرة سلة على ما اعتقد يعني، والجيم انهم يتدربوا بس. طبعا دخل السجن اكيد تفتيش وهذا وكل شيء. صحيح انه يعني قاعد يلعبوها بالسجن، ولكن تظل نفس القوانين. سمعت شو قال؟ الفاول بيظل فاول، يعني نفس القوانين لكنها بالسجن بس. The basketball games here, they get very intense. Growing up we wanted to do N1. Some of us thought we was the professor, some thought we was hot sauce. Everybody just wants their shot to play them 1-on-1. Prison ball, bro. You gonna feel it, dog. You gonna be sore the next day. You know, we don't get these type of opportunities in prison. والله صراحة شيء مرعب، مرعب جدا يعني. تخيل انك رحت على السجن يعني. أي مدير السجن على ما اعتقد. I'm the recreation manager here at this facility. Been here for 20 years. Is there anything I should look out for? Any general type of rules or anything? مسؤول عن السنة، عن السجن تقريبا 20 سنة. Some of them do have anger management issues. They'll bounce it off anybody's head. They know that. طبعا دائما على ما اعتقد اول ما راح يدخل السجن راح يكون معاه حراس ومراقبين طبعا يراقبون. Massive security, and once you walk, هو بنفسه، هو بنفسه قاعد يقول أنا خايف يعني. لعب مباراة، لعبوا 5-5، لعب معاهم. فيك. Welcome to the court. You know, we had planned initially on playing some like 2v2, 1v1 type stuff. They came out flexing a little bit, you know what I mean? صار يلعب معهم شوية مباراة. حلو اللعب. طبعا هو ما راح يكون فرق ابدا يعني. ان تلعب مع برا، ان تلعب مع السجن، راح تظل نفس القوانين، راح تظل كل شيء نفس الشيء. الحين بلش يغير، صار يلعب معهم واحد واحد. واحد واحد، شوف سبحان الله. أوه. يا الله مرتين رماها، حتى ما تحرك يعني. اللاعب اللي بعده، جيب اللي بعده. حلو. اللاعب روح روح. يمكن توني هو اكثر واحد بيلعب سله هناك.
حلو حلو حلو. طبعا البروفيسور اكيد يعني دائما جميع لعبه هو بيتحرك، يعني صح انه هو لعيب ولكن يعني بيشوف اللاعب تحركاته وكل شيء وعلى مشاعره صراحه. يعني طماه ثلاثيه لاعب ثاني. اوه والله دوخه دوخه دوخ صراحة. اوه اعطاه واحدة فيك رماها. رماها ثلاثية طبعا. حلو 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 فيك. شكله شكله لعيب هذا، ولكن ما تمشي مع البروفيسور هاي الحركات. اللاعب اللي بعده اللي بعده اللي بعده سريع 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 سريع. طبعا اللاعب اللي بعده لا يكون اطول منه، شوف سبحان الله حتى اطول منه، ولكن هو بروفيسور كيف ما قلت لكم بسرعة. سريع سريع هو حركاته وطريقة ال أول ما تكون مع الكورة يعني ما راح تعرف من وين راح يروح، راح يروح من يمين ولا راح يروح على اليسار، أبدا ما راح تعرف صراحة. اللي بعده اللي بعده سريع 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 اللي بعده، اطلع الجيم اللي بعده. إن شاء الله بإذن الله راح ألعب معاه اليوم إن شاء الله بإذن الله لو سمحت لي الفرصة أكيد. عطاه بلوك رماها شيش رماها معلم. شكله هو اللي هذاك لاعب شوت. معلم والله رواح وداه يمين يسار. I know what he was gonna do. I think I got under his skin, and he brought me back to 2018 and did some moves on me that I couldn't comprehend, and he got me. Man, I feel overwhelmed. سوى عليه نفس الحركة. So I grew up watching him. It was like a dream come true. Thanks for playing. Yeah, appreciate you. Thanks for being here, man. طبعاً جميع اللي بالسجن صراحة جميع الأشخاص يحترمون صراحة. وهو سعيد صراحة إنه إجا يعني أخذ معه تجربة جديدة إنه راح على السجن. صحيح إنه شيء يعني بيخوف صراحة، ولكن أخذ تجربة صراحة إنه أول ما راح السجن. عنده أصدقاء كثير، وكيف ما قال عنده أصدقاء كثير. صراحة أحترم هذا الشخص، سوى خطوة كبيرة، راح مكان ما يخطر بالبال وكمان بأمريكا، شيء مرعب. لو كنت مكانه صراحة كنت فكرت ألف مرة قبل ما أروح لهناك، ولكن الله أعلم ممكن بالمستقبل نسويها. على العموم إن شاء الله استمتعتوا في الفيديو اليوم. إذا عجبك المقطع أعطيني لايك، وإذا كان عندك أي أسئلة اكتب لي إياها تحت في الكومنتات. كان معكم أخوكم عبد الرحمن، أراكم في الفيديو القادم. سلام عليكم.